مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من انفاس سبور. كيف العاده اليوم غادي نتناولوا موضوع المواضيع الرياضيه، وحلقه اليوم غادي نخصوها لمناقشه ما يشغل الوداد الرياضي. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع كيحضر معنا في الاستوديو المهدي الدراس الاعلامي الرياضي. اهلا بك سي مهدي. شكرا وتحيه للمشاهدين الكرام. شكرا لك على تلبيه الدعوه. يبارك فيك. شكرا. كيف عرفتي اليوم الحلقه ديالنا غادي نخصوها الوداد الرياضي؟ بغيت بعدا تعليقك على نتيجه المباراه البارح امام شباب السوان. نتيجة مقابلة أمس كان أنها تحصيل حاصل، ولو أنه بعد يعني بعد الجمع الجموع العامة ديال الوداد يعني ترجينا خير واستبشرنا خير، قلنا بأن لما غادي ترجع غتكون واحد الشحنة معنوية عند اللاعبين وحتى الطاقم التقني، ولكن للأسف ما شاهدناه يوم أمس مخيب جدا للآمال. اللاعبين وصلوا بزاف ما مرة يعني المربع عملية الخصم، لكن ما نقولش سوء الحظ، هو سوء الحظ راه كيجي من بعد مجموعة ديال العوامل، ولكن فرص ضائعة ببشاعة في وسط واحد الضغط، واحد يعني الشحنة كبيرة كانت البارح لم عند الجماهير اللي يعني تكبدوا عناء تنقل المحمدية في ديك الأجواء المطيرة إلى غير ذلك. فللأسف النتيجة اللي كتعلن على نهاية الموسم الوداد الرياضي، وللأسف هو موسم صفري وهذا واقع. فعلا حتى الجماهير كتقول راه موسم مخيب للآمال، كيفاش ممكن نفسروا هادشي اللي كتعيشوا الوداد اليوم؟ فكنظن بأن هادشي اللي وقع الآن الوداد فهو نتيجة ديال التراكمات. يعني غادي نجبدوا سعيد الناصيري. صحيح أن سعيد الناصيري ما نحيدوهاش ليه، يعني كيبقى من أحسن الرؤساء في الوداد من ناحية الرياضية، النتائج الرياضية اللي دار، ولكن على مستوى التدبير فهادشي اللي وقع الآن فهو تحصيل حاصل والنتيجة ديال التراكمات ديال التسير الأحادي ديال سعيد الناصيري. الوداد ما كانش مؤسسة، الوداد نقولوا مهششة، هشة جدا جدا، اللي هنا في كتبان لك القوة المؤسسة ملي كيوقعوا هاد الأزمات هادي. يعني كنقولوا فقط سحابة عابرة، يعني كتكون مؤسسه قويه مهيكله باش تقدر تواجه جميع الصعوبات اللي كتواجهها خلال الموسم الرياضي. الان كنشوف بان الازمه ديال الوداد فهي ازمه ديال النتائج، ازمه ديال التسيير، ولو ان كنظن ما كاينش ازمه ماليه، ولكن ازمه بالدرجه الاولى ديال التسيير اللي كتاثر حتى على على المستوى الرياضي والنتائج الرياضيه. اللاعبين ايضا ولفوا سعيد الناصيري كيتعامل معهم بواحد الطريقه، كاين واحد التحفيز كيكون غالبا مادي الى غير ذلك، فهادشي كامل كيغيب مع الاداره الجديده، فاللاعبين بحال فقدوا البوصله ديالهم ودخلوا في ازمه ثقه يعني ثقه مع الطاقم التقني، ثقه مع المكتب المسير ديال فريق الوداد. وهنا غادي نجاوب واحد الفئه الجماهير كيقول لك اللاعبين خذلونا اللاعبين، فاللاعب اللاعب كيبقى يعني كما كيقولوا موظف عند الفريق. فقضية ديال اللاعب منتمي، كاينين لاعبين منتمين، وشنا مجموعه اللاعبين هضر على الحداد مثلا البارح اللي تقاتل، ويعني ماشي غير البارح، المقابلات الاخيره كلها، ولكن كاين لاعبين اخرين جايين يادوا الدور ديالهم، كياخذوا عليه واحد المقابل في نهايه ديال الشهر، كياخذوا عليه حتى تحفيزات باش ينتصروا على غير ذلك. التحفيزات كنظن بانها ما بقاتش كما كانت مع سعيد الناصيري لهذا الغرض، فحتى داك لا موتيفاسيون ولا الشحنه المعنويه كتنقص، وهادشي كياثر على النتائج. نقدروا نقولوا ان حتى الجانب الديني المشوش اللي عند اللعابه حتى هو يلقى بالظلال ديالو على هذا الوضع هذا. صحيح، فهضرنا على الجانب المادي، ولكن ماشي غير الجانب المادي، راه خصكم تعرفوا الضغط الجماهيري، خصوصا ان الملعب البشير فهو ملعب صغير والجماهير كتبقى قريبه من اللاعبين، لاعب راه كيلعب المقابله كلها يعني وكيسمع كلام اللي كيزيد يهرس المعنويات اللي هي ديجا في واحد المستوى نازل بزاف، فكنهضروا على الفرص الضائعه ببشاعه، فهادشي داخل في التركيز. فانت واش غادي تركز مع المقابله ديالك ودير نتيجه ايجابيه، ولا غادي تركز الى خسرت شنو غيوقع ليا مورا المقابله؟ يعني الله يحسن العون اللاعبين من هذا الجانب هذا. واخا انا شخصيا ما غاديش ندافع بزاف على اللاعبين، لان ملي كتلعب في الوداد ويعني صراحه كتعيش واحد الاستقرار مادي بغينا ولا كرهنا، يعني في هاد الظروف الصعبه في كتبان عاوتاني واحد الطينه ديال اللاعبين اللي يقدروا حتى هما يضحيوا من اجل الفريق. لكن للاسف فالكره ولات بيزنس، واللاعبين كيلعبوا يعني باش ياخذوا واحد المقابل، هادشي اللي كاين.
اشنو نقدروا نقولوا على هذا الموسم الكارثي اللي كتعيش الوداد كما كيقولوا الجماهير ديالها؟ شنو كيفاش كتشوفوا تاثيراته على الجماهير؟ واش غادي يبقى هذاك الدعم الجماهيري مستمر ولا غتكون مؤاخذات وايتام؟ انا كنظن بان جمهور الوداد وغنهضر خصوصا على الفاصل ديال الوينرز اللي صراحه ما بخلش بالدعم ديالو على اللاعبين وصبر معهم وتريت لواحد الدرجه لا يمكن تصورها. يعني اكثر من هذا الوينرز الان كيتعرضوا للانتقاد من الجماهير الاخرى ديال الوداد، نتوما الفريق خاسر باقي كتشجعوا باقي، يعني الامور صعبه جدا. دابا اللي خصنا نركزوا عليه في فريق الوداد الرياضي هو خص يعني توقيف هذا النزيف. هذا النزيف هذا كيفاش غيتوقف؟ هي انه نحاولوا نفكروا من دابا في الاداره التقنيه اللي غادي تسير الوداد الموسم المقبل. وهذه من التحديات المطروحه امام الرئيس الجديد. صحيح، وهادشي كيدخل في اطار الهيكله ملي غادي تجيب مدير ديال النادي ومدير رياضي اللي غادي يسهر حتى هو على جلب اللاعبين اللي غيتماشوا مع الاستراتيجيه ديال المدرب اللي غادي يجي. فكنظن هنا غادي نكونوا يعني بدينا كنفكروا في المستقبل وبدينا كنتعاملوا في واحد المستقبل اللي هو قريب بزاف، اللي هو الموسم المقبل. راه كنهضروا على 4 شهور 5 شهور راه يبدا الموسم المقبل، وعارفين شنو كيتسنى الوداد الموسم المقبل من غير البطوله والسوبر ليغ. راه كاين كاس العالم وكاس العالم اللي كنظن ان الوداد هذه المره هذه ما خصوش يفوتها على عكس الفرص الماضيه. فعلا سي مهدي، شنو في نظرك نرجعوا للجمع العام، كيفاش شفتي المساله ديال غياب وسائل الاعلام على الجمع العام؟ فهاد القضيه هادي انا كاعلامي نقول لك صراحه مهم يكون يعني حضور وسائل الاعلام، فهو تعزيز النشاط الديمقراطي اللي غادي يزولوا الفريق. ولكن جرت العاده خصوصا هنا في المغرب مجموعه ديال الانديه ما كانتش كتنادي على وسائل الاعلام. ف نقدروا نقولوا هي انديه قليله العدد. صحيح، ولكن نقدروا نقولوا ان الوداد تحسب ليه بانه نقل مجريات الجمع العام، وشفنا الجمع العام كيفاش مر بواحد الطريقه نقول سلميه، وكنركز على الكلمه ديال سلميه لان كنعرفوا شنو كيوقع في الجمع العامه لما شنئان صراخ كتوصل حتى للضرب بالايدي شي مرات. راه حدنا ما مره الجمع العامه اللي طرات في هذا يعني في هذا الجو هذا، ولكن في الوداد يعني شفنا بانه كان جو صحي. المنخرطين خداو الكلمه، حاولوا يجبدوا مجموعه ديال النقاط مهمه، ولكن هادشي ما لم يفسد في الود القضيه، بقات الامور غاده بطريقه مزيانه. فوسائل الاعلام الغياب ديالها كنظن انه يبرر لانه كانوا ما كانش جمع واحد، فكانت مجموعه ديال الجمعه العامه اللي دارت في وقت واحد، كانوا منخرطين وكان ما نكذبش عليك الجو شويه مشحون قبل بدايه الجمع العام، واضافه على ذلك يعني النتائج اللي كنتكلموا عليها دابا. فكان يعني الجو مشحون، الاداره ديال الوداد ما بغاتش تغامر في اطار هذاك الجو المشحون تزيد وسائل الاعلام، وخصوصا ان كنعرفوا بعض وسائل الاعلام للاسف يقدروا يزيدوا الطين بله ويقدروا يجبدوا اسئله مستفزه. سمح لي سي مهدي الا بغيت نقاطعك، لان وسائل الاعلام راها كتكون المشهد الرياضي المغربي. صحيح. يعني هي نقدر نقولوا ثابت من الثوابت. هادشي اللي بديت لك به، يعني قلت لك غتعزز يعني الصوره الديمقراطيه ديال هذا الجمع العام بحضور وسائل الاعلام، يعني فكتكون كتعطي اكثر من مصداقيه لهذا الجمع العام. يقدر يكون تواصل مع الاعلام، يقدر يكون يعني اسئله بناءه من اجل يعني يعني تحضير للمستقبل الفريق الى غير ذلك. ولكن يعني صراحه انا كنفهم شيئا ما اداره الوداد، لان كما قلت لك الجو اللي سبق الجمعه العامه كان جو مشحون، والى الى ذكرتي راه سبقوه استقالات، انا كنستقل مهدي الزوات الى غير ذلك. فهاد الامور هذه يعني بحال ما بغاوش ياخذوا واحد المغامره بحضور وسائل الاعلام باش ما تخرجش الامور عن السيطره. اذا اداره الوداد لها مبررات بهذا القرار هذا. صراحه هادشي اللي كاين. سي مهدي الرئيس الجديد، شنو هو في نظرك التحديات اللي مطروحه قدامه في ظل ما يعيشه الوداد اليوم؟ الرئيس الجديد انا نقول الله يحسن له العون، لانه جا في واحد الفتره اللي كتعتبر تاريخيا من اصعب الفترات اللي كمر منها الوداد الرياضي. ف ماشي صعيب تطلع للقمه، ولكن اللي صعب منه هو تبقى في القمه. فشفنا مثلا هذا الموسم هذا يعني من الاول ديالو بدا بطريقه خطا، يعني كان القدوم رمزي،
رمزي طالب بعد بتعزيزات بعض المراكز ما تلباش ليه الطلب ديالو. من بعد دخلوا لذاك الكأس العربية وقعت مجموعة ديال المشاكل، تم تغيير المساعد إلى غير ذلك، النتائج في الشامبيونز ليغ ما تبعاتش، في البطولة كذلك كان تذبذب في النتائج، تم الاستغناء عن رمزي. ولكن هنا يعني غنقولها بالدارجة ترقع بطريقة ديال الترقع، جبنا مدرب جبنا الآخر حتى شي حاجة ما صدقات، فكنظن أن هادشي هذا يعني خصو يدار معاه قطيعة. وهنا البرناكي كنظن أنه الآن خصو يركز من دابا على الموسم المقبل إلى هو غادي يبقى، إلى هو غادي يبقى، لأن صراحة خصوصا بعد النتيجة ديال اليوم أمس مجموعة ديال الفئات اللي كانت كتساندو الآن ولات كطالب بقدوم رئيس جديد للوداد الرياضي. ولكن يسمح لي راه الوضع لا يمكن انه يتغير بين عشيه وضحاها، ما يمكنش غادي تكون واحد الاساس سحريه اللي غتغير. صحيح متفق معايا ولا صحيح؟ متفق معك، راه هادشي حتى في يعني في التدبير كاين لا كونديت دو شانجمون. هاد لا كونديت دو شانجمون كتقول لك ما تحكم على مسير حتى يدوز 99 يوم. فحتى في الحكومه الا كتذكر فكيديروا الحصيله ديال 100 يوم. فكنظن ان سابق لاوانه اننا نحكموا على البرناكي، ولكن ما ننساوش ان البرناكي راه ما كيسيرش الوداد من بعد الجمع العام، واخا انه كان فقط يعني كمؤسسه لتصريف الاعمال ديال 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 الوداد. دونك البرناكي راه بدا هذه مده، للاسف النتائج ما مشات معاه، نقولها بكل صراحه. الفيسيير ديال الوداد، غرفه الملابس الوداد فيها مشكل كبير، بزاف ديال اللعابه باغيين يمشيو بحالاتهم. المدرب، نهضروا على المدرب، واش الوداد ما عندهاش من الابناء ديالها اللي يكون مدرب ديال الفريق؟ جبنا اطار تونسي، حنا ما عندنا حتى شي حاجه مع الاطار الاجنبي، ولكن ما عندوش من التجربه باش يقود الوداد خصوصا في الظروف هذه. فكنظن ان الوداد، انا ده رايي شخصي، وكنت صراحه والله شاهد انني دعمت البرناكي بعد الجمع، ولكن الان خصوصا بعد نتيجة يوم أمس وليت مقتنع أن الوداد خاصها رئيس بقيمة النادي اللي كيعرف في كرة القدم، اللي كيعرف في الواقع ديال النادي الوداد الرياضي وكرة القدم المغربي. لأن المشروع خصو يكون مشروع بغينا ولا كرهنا، ولكن ريت من وجدوا مشروع خص الآني، لأن الوداد راه ماشي فريق صغير، فريق كبير، وخصنا النتائج، وخصنا نرجعوا المكانة ديالنا اللي كنا فيها من الموسم المقبل. يلا فزنا بالتشامبيونز ليغ، يلا شاركنا في كاس العالم الماضي. دونك هذه الامور هذه خصها ترجع وبسرعه. واش نقدروا نقولوا ان الوداد في حاجه لمشروع طويل الامد؟ الوداد خصها مشروعين، خصها مشروع طويل الامد اللي فيه الهيكله ديال الفريق كمؤسسه، نهضروا على التكوين، نهضروا على الاداره التقنيه، نهضروا على الفلسفه الكرويه ديال الوداد، الهويه ديال الوداد. راه الوداد تقريبا ما بقاتش عندها مدرسه، هادشي خصنا نقولو. واخا سمعنا في الجمع العام السي بالقشور تكلم على وي الناس بانه يعني خدات الجامعه والعصبه زعما الامور في الناحيه ديال هذا المركز هذا. الوداد خاصه ابنائها يرجعوا لها، راه الوداد راه كانت خزان المواهب اللاعبين اللي كان كيطعم الفريق الوطني المغربي. اليوم الوداد اذا جمعنا الفرقه شكون هو اللاعب اللي تكون في الوداد؟ شنو تقول لي بدر قدارين واحد بين شحال؟ فهادشي خصنا نعيدو فيه النظر. اي دونك الوداد محتاج الابناء، محتاج الابناء ديالها، الجمهور ديالها، الجمهور ديالها، وخص يعني يتجمع الشمل، ما خصهاش نتشتو. دونك خص رئيس، هذا هو الدور ديال الرئيس اللي يجمع الشمل ديال جميع مكونات الوداد الرياضي، هدف المدى البعيد. والمدى القريب راه خصنا من الان نفكروا في الميركاتو، وقبل من الميركاتو نجيبوا الاداره التقنيه والمدرب اللي غادي يسهروا على هذا الميركاتو واللي غادي يسيروا الوداد ان شاء الله الموسم المقبل. واخا سي مهدي نسولك، كتشوف ان اللي تحققت هاد المسائل اللي كتكلم عليها غادي تكون واحد المشاركه مشرفه للوداد في مونديال الانديه؟ وهاد القضيه ديال المشاركه عاوتاني ف يعني مساله اخرى، ما نقولكش الحظ، ولكن راه المشاركه ديال المونديال في حله ديالو جديده راه ماشي سهله. راه شفنا الفرق اللي كاينين، اكبر الفرق العالميه، يعني غير تكون من المشاركين ديال 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 التدوره هذه فهو شرف كبير. ولكن حنا الوداد كنظن انه خصو يكبر الطموح ديالو، والمثال ديال الفريق الوطني في كاس العالم كنظن ان هذا مثال يجب ان يحتذى به، ونقارعوا الانديه الكبرى، لان الوداد بغينا ولا كرهنا راه كيبقى نادي كبير اللي عنده الالقاب ديالو اللي عنده المكانه ديالو خصوصا على الصعيد القاري. يعني هذا يقولوا موسم للنسيان.
انا كنظن ما خصوش يكون موسم للنسيان، كنظن انه موسم استخلاص الدروس، استخلاص الدروس والعبر، ووراهم وجوههم في المرايا. ستادير ان الفريق كان في القمه وهبط بواحد السرعه خياليه، يعني هذا الشيء دل على شيء، دل على ان الوداد ما كانتش كتسير كمؤسسه، لان المؤسسه راه كتضمن لك يعني استمراريه، وحتى الا كانوا ازمات كيكونوا ناس عندهم إلمام باش يتصدوا لهذه الأزمات. إذن الأولوية هي الاستقرار التقني أمام الرئيس الجديد. أنا كنظن أولوية قبل الاستقرار التقني هو الاستقرار الإداري. هذا الرئيس بعدا خصو يعني خصو ياخذ القرار المناسب، واش يستمر على رأس الوداد الرياضي ويعين رئيس منتدب بلا ما نجبدوا الأسماء، ولا يتحمل مسؤوليته يقول له ما ودي انا ما قادرش على هادشي، ما قدرتش عليه، ماشي عيب، فغادي نشكره لانه تحمل المسؤوليه في هاد الفتره هادي، ويخلي المكانه للناس اللي عندهم إلمام اكثر بالموضوع. شكرا لك سي مهدي على الحضور ديالك معنا، غنيتي النقاش معنا، شكرا لك. الله يبارك فيك، شكرا. كنتمنى نصادفك مره اخرى عندنا ان شاء الله. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.